قال لنا في 2017 نهار 20 في شهر جوج ماتت امي الله يرحمها. ماتت امي، جاو شي وحدين ساكنين حدانا تيعزوا عندنا، جايبه بنتها ملبسها الخمار وهي حامله. نهار 22 في شهر جوج داوها للسبيطار، ولدت جاو ليها لاصورتيه قال لها شكون مات شكون دار لك هكا؟ قالت لهم واحد الشمكار اللي داني للغابه ما عرفتش وجهه. ياك قالت لهم ما عرفتش وجهه وكان وجههم ملتم. نهار 28 في الشهر جابتهم لولدي، عرفتي؟ نهار 28 في الشهر جابتهم لولدي داوه. من يوم هو في الجنائيات تداروا لي التحليلات لقوه ماشي ولده، ياك لقوه ماشي ولده، خرجوا صراح موقت، خرجوا صراح موقت زيرها قضيه تحقيق. قال لها قولي لي شكون؟ قالت لي خوها يدار لها هكا. ورا من 2017 وليدي هو الدوسي مخبي حتى لهاد الايامات. فاش جاو ليها، فاش قالت لهم راه خويا ولدي خرجوه صراح موقت. ايوا من 2017 حتى اليوم جيت انا ولدي وشدوه ليا. راه ما عرفت وليدي اش دايرين ليه بعدا. راه هو اللي اغتصبها راه هو اللي حملها، راه خوها اللي اغتصبها خوها اللي حملها. وما عرفت وليدي انا بحالي بحالك. ها هو ولدي انا راه مشدو، راه دابا كاين هنايا ما عرفت واش داو ولا خلو ولا ما عرفت. قالت لها المحاميه خرجت عندها تضحك، قالت لها راه هو طلعوه للحبس. انا كنشوف وليدي، انا كنترجى الله سبحانه وتعالى انا وسيدنا وكل واحد كيبين الخير لهاد البلاد. يا ربي انا مزوقه فيكم، راه ولدي راه ما داير حتى شي حاجه، راه اللي اغتصبها هو خوها وحملها. راه هو خوها محكوم بخمسة سنين، وولدي انا ما عرفتش داروا لي. راه دخلوا تما، دخلوا تما فين كاين مساجين. انا وليدي كنطلب انا يطلقوا لي ولدي. انا كنت زعما بغيت ولدي يشد البراءه ويخرج ساعه اعتقلوه. اش دار هو باش يعتقلوه؟ اش دار؟ ما دار حتى شي حاجه. شي حاجه وقعت وليدي؟ شي حاجه؟ انا ولدي شوف التحليلات ديالو، ها هما ماشي ولدو، وهي اعترفت بخوها عند قضية التحقيق، وانت كتشوفها وقراها كاملة. ودابا شدو ولدي، اش بين ندير دابا؟ انا نمشي نقتل راسي ولا اش غادي ندير؟ وجايين من الصويرة من الصباح حنا هنايا. رجع في الله يا ربي، رجع في الله.